مساء الخير أعزائي المشاهدين، مشاهدي برنامجنا حوار واستثمار مع الشواربي، مع حلقة جديدة فيها كل ما هو جديد في عالم الاستثمار في مصرنا الحبيبة. النهاردة يمكن حلقة مختلفة أكتر، هنتكلم عن رؤية اقتصادية واستثمارية في مستقبل مصر مع اثنين من قامات الاقتصاد المصري، هيكون لي لقاء معاهم بعد المقدمة. في البداية احنا زي ما عودناكو دايما بنتكلم عن كل ما يدور في الشارع العام وفي طرقات الاقتصاد المصري وما يدور حوله، واللي شفناه يوم اللقاء الأخير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والتصريحات التي كان ليها الكثير من الاهتمام من الشعب المصري والترقب بالنسبة لطرح الشراكة بين شركات قطاع الأعمال العام والشركات العاملة في المجال الزراعي، والمشاركة بين الدولة وشركات القطاع الخاص. دي رؤية بيسير بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي لدمج الاقتصاد الخاص بالاقتصاد العام، الجمع بين الخبرات. في كتير جدا من شركات قطاع الأعمال الخاص عندها كثير من الخبرات في الإدارة وفي إدارة شؤون الشركات بحجم أوسع وكيفية متطورة أكتر، وشركات المملوكة لقطاع الأعمال العام بتتميز بأن هي عندها مجموعة كبيرة جدا من الأصول اللي تساوي آلاف وآلاف المليارات بل تريليونات الجنيهات، ويجب أن تدار بشكل أفضل. فده كان طرح مباشر من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للدمج بين شركات قطاع الأعمال العام والقطاع الخاص. النقطة الثانية وهي طرح جديد سيادة الرئيس أشار إليه، وهو طرح أسهم الشركات المملوكة للجيش في البورصة، إنها تبقى شركات متداولة وينفع إن المصريين يشاركوا فيها عن طريق اكتتاب في نسبة من أسهم هذه الشركات. وطبعا الشركات دي أغلبها بتعمل في أعمال استراتيجية وهامة جدا في السوق المصري، زي شركات أسمنت وشركات حديد ونشاطات مختلفة كبيرة جدا. فأكيد ده هيبقى شيء عظيم بالنسبة للباحثين عن فرص استثمارية معينة، مع وجود الصندوق السيادي بحجم تقريبا حيصل ل 200 مليار جنيه. كل ده بيدعم فكر الاستثمار وبيساعد على دخول مستثمرين اكتر لارض مصر الحبيبه، وايضا بيشجع المصريين ان هم يستثمروا في البورصه يمكن بشكل موسع، لان المصريين عاده بيسخوا في الحاجه اللي مع الدوله ومع الحكومه اكتر من اللي مع القطاع الخاص. والدليل على ده ان شركات قطاع الاعمال العام اللي بتمتلك مشروعات عقاريه زي شركة مصر الجديدة أو شركة النصر أو شركة المعادي، الشركات دي لما بيبقى عندها أطروحات عقارية وبتطرحها بيبقى فيه إقبال كبير جدا من السوق عليها. ونفس الموضوع بالنسبة للمشروعات المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية. فأكيد الجمع بين القطاع الخاص والعام في منظومة جديدة هيؤدي إلى اهتمام من المصريين إن هم يقدموا إن هم يساهموا في أسهم هذه الشركات في البورصة. هنبتدي معاكم حلقتنا النهارده، هيكون معانا الدكتوره بسنت فهمي. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا. دكتوره بسنت عضو مجلس النواب وعضو اللجنه الاقتصاديه واللجنه التشريعيه بمجلس النواب. الاقتصاديه بس والتشريعيه لا، ما انتوا اكيد انتوا برضه بتطلعوا قوانين، فاكيد برضه في الاقتصاديه. قوانين خاصه بالاقتصاد. بالاقتصاد صح؟ طبعًا برضه طبعًا يعني طبعًا. مش بعيد عن التشريعات، ما هو الاقتصاد تشريعات برضه. تمام. وهيكون معانا الخبير الاقتصادي حسام الغايش. اهلا بيك دكتور حسام الغايش، ازي حضرتك، اخبار حضرتك الحمد ايه؟ الحمد لله يا فندم، الله يخليك، ربنا يخليك. طيب نبتدي حلقتنا. في الاول حضرتك طبعا كان في اهتمام في الراي العام بخطاب سياده الرئيس وموضوع طرح كان من البدايه طبعا من حدود سنتين تقريبا كان بدايه الكلام عن الصندوق السيادي، وان يبقى في صندوق سيادي يضم مجموعه من اصول الدوله. قبل ما ندخل لدي عايزين بس نبتدي الاول بموضوع شركات قطاع الاعمال العام وكيفيه ان هي ينفع تدار عن طريق
شراكة مع شركات من القطاع الخاص مع فرق الخبرات في الإدارة وعدد هيكلتها. فحضرتك إيه رأيك في الموضوع ده؟ مش كل الشركات زي بعض، يعني في بعض الأحيان بتحتاج لإدارة أكثر حداثة، أكثر عالمية، تكنولوجيات مختلفة. يعني ما أقدرش أقول كل شركات قطاع الأعمال العام محتاجة إدارات أجنبية أو إدارات خاصة. في بعض الأحيان مثلا في بعض الشركات بتطورها بشكل معين، ممكن تقوم بنفس الدور وبنفس الإدارة اللي هي فيها بس بشكل مختلف. يعني أنا دايما أقول ما أقدرش أوحد المشاكل اللي بتواجه أي نوع من الشركات. يعني مثلا أنا كان عندي في شركات رأس عايزة رأس مال مثلا، تمام، يعني أنا شفت بعيني في تجربة قديمة موضوع شركات قطاع الغزل والنسيج، لما حاولوا من أكثر من 10 سنين يروحوا يجيبوا لها قطع غيار للماكينات من الدولة اللي هي كانت صنع هذه الماكينات، قالت لهم بطلنا ده، المكن قديم بشكل انه ما فيش التكنولوجيا اتغيرت. اوكي، هنا انت محتاج تغير خطوط الانتاج بالكامل، دي هتعوز فلوس، وقد يكون خطوط الانتاج الجديده فيها تكنولوجيا مختلفه. ولذلك انا دايما بشبه موضوع الشركات سواء عام او خاص، اما اجي اقول انا عايز احل مشكلتها زي الطبيب، ممكن حضرتك تقول انا عندي صداع، ممكن يكون بالعينين، ممكن يكون من الودان، ممكن يكون من 100,000 حاجه، لكن لازم تشخص صح. تمام، فما فيش شركه سواء إن كانت شركة تابع قطاع الأعمال العام أو قطاع العام مشاكلها هي هي. يعني ما الناس بتيجي تقول نضخ أموال، مين قال إن المشكلة أموال؟ لا مش شرط، هي ممكن تبقى مشكلة إدارية وممكن تكنولوجية وممكن خطوط إنتاج قديمة وممكن مادة خام مش موجودة وممكن عمالة عايزة تدريب. يعني عايزة أقول حضرتك عشان الناس ما تفتكرش إن الموضوع يلا نحله كده، لا، ده موضوع عايز تشخيص كويس قوي. يعني وفي يعني ناس خبراء لهذا التشخيص. يعني على سبيل المثال مثلا انا كان عندي ضيفه معايا في احد الحلقات دكتور استاذه سهر الضماطي العضو المنتدب بشركه مصر الجديده. ايوه، وكانت بتقول لي ان احنا من اكبر الشركات العقاريه في الشرق الاوسط، كم الاصول اللي جوه الشركه يتعدى 100 مليار. كويس، وانا محتاجه شركه اداره تيجي تديرني، انا ما عنديش كفاءات اداريه تدير المحفظه الماليه دي كلها، الموضوع كبير. في اقبال من السوق لما بيعملوا اطروحات لوحدات عندهم، لكن هم محتاجين ان حد يعمل لهم ابديت لطريقه التشغيل اللي بيشتغلوا بيها. يعني ده مثلا موضوع تاني، هم كانوا دخلوا في شراكه مع احدى الشركات الكبرى في هليوبلس الجديده، والشراكه دي ادت ان هم بيبيعوا بسعر مختلف خالص عن قبل الشراكه دي. وانا عايز اقول لحضرتك في شركات مشكلتها اداريه، وفي شركات مشكلتها ماليه، وفي شركات مشكلتها تكنولوجيه، وفي شركات مشكلتها المنتج ده مش مطلوب خالص. خلاص بتعملوا ليه؟ يعني انا حدي مثال شويه صارخ لكن عشان اوصل للناس، لو عندك مصنع بيعمل طرابيش تخلي؟ لا اكيد لا، في حاجات مش مطلوبه خلاص يعني اثبت. فانا عايز اقول لما الناس بتتكلم على شركات قطاع الاعمال العام، واحنا في البرلمان الموضوع ده بنتكلم فيه بقالنا من اول ما اجتمعنا من اول سنه حقيقه، واحنا بنتكلم في الموضوع ده، الموضوع ده مش بسيط، الموضوع ده عايز خبراء تبتدي فعلا تبص فيه بدقه، وما نجيش نعمم الحلول ونقول نديها رؤوس اموال تقوم لا نغير المكان، مفيش حاجه اسمها كده حضرتك. الشركات دي عايزه تتمسك شركه شركه وتتحلل ويتشاف العيوب فين. اما مساله ان القطاع العام بيدير خطا والقطاع الخاص بيدير افضل، مش دايما، يعني ما اقدرش برضو اعمم الموضوع، ما ينفعش تبقى لا. طب انتوا كنتوا مقدمين لمشروع في مجلس النواب ده من اول دور انعقاد، واحنا أول كل اللي بنتكلم فيه من اول 4 سنين فاتوا، احنا 5 سنة واحنا بنقول يا جماعه الموضوع ده عايز وقفه. لان انا نفسي يمكن كنت بحكي لحضرتك عندي تجربه شخصيه لما اشتغلت مستشاره مع الدكتور عاطف عبيد الله يرحمه للخصخصه، وشفت الموضوعات دي وزرت الشركات وفتحت الدوسيهات بحكم اني مصرفيه كمان، بقدر اخش بعمق جوه مشكله الشركات. المشاكل دي مش بسيطه، شوف بقولك كان سنة 96، شوف من كام سنة، بس مركب مختلفة وقيم مختلفة خالص، والعمالة وحجمها وسنها واخد بالك، وأسلوب الإدارة ورؤوس الأموال ونوع الماكينات والمواد الخام اللي محتاجها. فأنا اللي أنا بطلبه الحقيقة هي مش مسألة هات إدارة جديدة وحط إدارة قديمة، هي الأول بس، وبنتكلم في الكلام ده بقالنا سنين طويلة، إن المريض ده يتشخص مرضه صح، نقوم نيجي نقول الشركة دي عاوزين نغير الإدارة،
الشركه دي عاوزين نغير خطوط الانتاج بالكامل، الشركه دي هتحتاج كيس باي كيس، يعني مش طبعاً مش حاله عامه. لا يمكن حضرتك لا وتناولها كحاله عامه هو اللي ما جابلهاش حل لغايه النهارده، لان ما فيش ولا شركه. شركات الاسمنت مش زي شركات الحديد، شركات الحديد مش زي شركات القطن الى اخره. يعني وانا بذكر كويس قوي موضوع القوات الغزل والنسيج، ان ترد رد غريب جدا، لكن ما كان ده انتهى من زمان. يعني انت عشان تطورهم محتاج تشيل خطوط الانتاج كلها. طيب وده ببلاش، ادي اول حاجه. نمره اتنين برضو في نقطه لازم نخلي بالنا منها، المواد الخام. انت ما تقدرش تستمر في صناعات المواد الخام كلها من الخارج. طبعا لازم يبقى عندك توفر، لازم يبقى عندك الى حد ما صناعاتك قائمه على ثرواتك المحليه. طب هل انت هتحافظ على المصانع اللي بتقوم بهذا الدور والمصانع التانية تحاول بقدر الامكان تخلص منها؟ لان موضوع استيراد المادة الخام ده موضوع حساس جدا. طبعا والنسبة من المنتج عالية. طبعا وبعدين عندك العملة الاجنبية ثم الاحتياطي النقدي ثم البنوك. يعني انا كل اللي ارجوه يعني عشان ما اطولش، ان الحاجات دي تدرس حالة بحالة ومن متخصصين ويقولوا حل الشركه دي كذا، حل الشركه دي كذا، حل الشركه دي كذا. تمام. لكن ما نطرحش الموضوع كانه كلنا عندنا صداع، كلنا لازم نغير النضاره. لا، ممكن في سنان وفي نضاره وفي ضغط وفي كل واحد عنده حاله. وفي سن. وفي سن زي ما تبقى مصارعه، زي ما الجزمه تبقى ضيقه وتقوم راسك توجعك. زي ما حضرتك بتقولي ممكن تبقى ميكانه متهالكه فتبقى الموضوع صعب. هي محتاجه ان الامور تؤخذ كده. واحنا قابلنا وبكره تمام. عندنا اجتماع برضه في البرلمان، هيجي اعتقد هيجي السيد وزير القطاع الاعمال العام. القطاع الاعمال العام. نفهم منه هيعمل ايه. لان احنا ما نقدرش نسيب الموضوع ده سنين. انا بقول لحضرتك من 96 واحنا بنتكلم في الموضوع ده، شوف كام سنه. كتير. حرام كتير. طيب نروح للدكتور حسام. ازي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. نبتدي الاول في 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 فكره ال 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 الاقتراح اللي الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيشير اليه في اخر خطاب ليه، بخصوص طرح شركات الجيش في البورصه المصريه. في البورصه المصريه. هو طبعا ده يمكن من حرص القياده السياسيه عندنا في مصر ان يكون في مشاركه مجتمعيه في المشروعات القوميه. انت عارف حضرتك طبعا معظم الشركات المملوكه للقوات المسلحه هي شركات بتقوم بمشروعات قوميه في الاساس، سواء كان على المستوى الغذائي، على مستوى الانشاءات، على مستوى حتى التصنيع، على مستوى الزراعي. فكل هذه الشركات بالتالي هي مشروعات قومية، فبالتالي في هناك حرص من القيادة السياسية أن يكون هناك مشاركة مجتمعية. هو اللي هيتم الطرح إن شاء الله هيكون حصص، مش هتكون نسبة من الشركة. طبعا مش هيطرح بكفاية ينفع أنها تدور. ويمكن ده بيتوافق مع اللي كان بتتكلم فيه دكتورة بسنت وموضوع الصندوق السيادي. الصندوق السيادي أكيد هيكون له دور في هذه الطروحات موجود. كمان ده يبقى له دور إن هو يدخل يشتري. طبعا يدخل ياخد حصص من هذه الشركات، وده من ضمن الادوات اللي عنده في الاستثمار ان هو يدخل. هو الصندوق السيادي المفترض ان هو راس ماله 200 مليار حتى الان، 200 مليار والمفترض في البدايه بيكون في 5 مليار، بيبتدي ب 5 مليار. بيدفع 2 مليار من الخزانه العامه وفي 3 بيندفعوا خلال 3 سنوات بناء على الخطه اللي بيضعها المدير التنفيذي للصندوق السيادي. ده في البدايه، بالاضافه الى الشركات اللي هيتم تقييمها من قطاع الاعمال وهيتم اضافه او اسناد ادارتها بالكامل للصندوق السيادي. الصندوق هو اللي يديرها بالظبط زي ما قالت الدكتوره، بيبدا يحدد ايه المشكله وبيشوف اذا بعض الشركات محتاجه اعاده هيكله، بعض الشركات محتاجه اداره متخصصه، بعض الشركات عندها اصول ممكن يتم ايجارها او استئجارها لشركات اخرى. كمان الصندوق للامانه هو اعطى ادوات كتيره جدا، القانون كان جيد جدا، اللائحه بتاعته كانت ممتازه جدا، اعطى الحق للصندوق ان هو يدخل في شراكات مع صناديق سواء كانت عربيه او اجنبيه. بس بنسبة معينة. بنسبة معينة في المشروعات. ان هم يشاركوا. بالظبط ده، وهو ده شراكة ما بين الصندوق والقطاع الخاص سواء كان مصري او عربي او اجنبي. ايضا اعطى الحق للصندوق ان هو يؤسس بعض الصناديق المتخصصة زي صناديق في السياحة، صناديق في الصناعة المتخصصة زي الادوية، زي البتروكيماويات، وده بالفعل تم تأسيس 4 صناديق داخل الصندوق السيادي. وبالتالي الفكر الجديد في مصر ان احنا بنبدا زي ما قالت الدكتوره بنشوف كل حاله على حده المشكله بتاعتها ايه، بنبدا نوصف الحل بناء على هذه المشاكل ونبدا نحله. وهو للامانه كان هناك
وما زال هناك بعد سيء من تجربة الخصخصة اللي حصلت في نهاية التسعينات. البعض كان بيرى أن هناك بعض التقييمات لم تكن حقيقية وبعضها كان بعيد تماما عن الواقع، فبالتالي بدأنا نبعد عن هذا الفكر تماما، فكر البيع بالكامل أو فكر التخلص من هذه الشركات بعملتها بمصانعها كمان الأيدي العاملة. في بعض الأيدي العاملة اللي كانت الماهرة لها سعر على فكرة، لما تيجي تقيم أنت بتقيم الأيدي العاملة، إذا كانت أيدي ماهرة فده لها سعر، إن لم تكن ماهرة ما لها سعر لأنها تفتقد هذه الميزة. فبالتالي أنت تم تضحية ببعض الشركات للأسف، بعضها كان جيد، فبالتالي بدأنا في هذا الفكر الجديد أن احنا نبدأ نشوف كل حالة على حدة ونضع الحل المناسب لها. البورصة أنا عايز أقول لك أن احنا كل العاملين في البورصة وكل العاملين في مجال الأوراق المالية، طبعا تصريح السيد الرئيس كان جيد جدا بالنسبة لنا، كان مؤشر جيد أن الدولة تعلم تماما أن هناك بورصة مصرية تستطيع أن تمول بعض المشاريع. البورصة طبعا الدكتورة تعلم هذا وحضرتك، من الأدوات التمويل الأمينة للغاية. احنا بنتكلم دايما ان البورصه من ادوات التمويل الامنه للغايه، احنا بنتكلم في مشروعات مصر الان بتستهدف تنميه الصناعه تحديدا من خلال المشروعات الصغيره والمتوسطه، فبالتالي احنا بنتكلم لو قدرنا ان احنا نضيف شركات عديده من السوق الاولي للسوق الثانوي داخل البورصه، وبالتالي نستطيع ان نمول هذه المشروعات، فبالتالي ده هيساعد بشكل كبير جدا في التنميه الاقتصاديه في مصر. تمام. احنا نعرف ان حضرتك كنت من اوائل الناس اللي كانوا بيطرحوا فكرة الشراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص، سواء في مشروعات مملوكة للدولة او اراضي او مشروعات جديدة. حضرتك شايفة ان ده ايه مميزاته؟ يعني مميزات ان يبقى في شراكة بين الدولة وبين القطاع الخاص في مشروعات جديدة، يعني مثلا النهاردة مثلا في مشروعات في المجتمعات العمرانية بتطلع مشاركة، الدولة بتدخل بالأرض والمطور بيدخل بفكرة المشروع بالتصميمات، وفي كثير من الأمثلة حصلت بالفعل حاليا، وأنا عارف حضرتك كنت من أصحاب المقترح ده. يعني بص حضرتك، الدولة لازم يبقى لها دور والقطاع الخاص له دور. تمام. لو خلطت الأدوار الأمور ما تمشيش مظبوط. يعني إذا جينا قلنا إن الدولة رقيب ومشرع، طبعا ما اقدرش ابقى رقيب ومشرع ومالك، دي عملت لخبطه كبيره قوي في الماضي، ولذلك دخول القطاع الخاص معها بيعدل المعادله دي شويه. ان الدوله قد يكون لديها زي ما تفضلت حضرتك اراضي، تخش بالاراضي مفيش مانع، قد يكون لديها املاك، لكن لما اجي انا كمستثمر اجنبي وادخل دوله لازم ابقى واخده بالي مين الرقيب ومين المشرع ومين اللي بيشتغل. لو خلطت الاوراق دي مناخ الاستثمار يتلخبط، المنظومه تختلف. طبعا. يعني انا النهارده عندي شركه مقاولات كبيره بعمل في السوق وانا قطاع خاص، لو حطيت جنبي شركه قطاع عام شركه مقاولات كبيره، طب ما هي مش هتبقى نفس المعادله، المعامله مش عادله. احنا معانا مداخله. معانا مداخله من الدكتوره يمنى، دكتوره يمنى الحمائي العضو المنتدب للشركه القابضه للصناعات الضوئيه. مساء الخير يا دكتوره يمنى. مساء الخير، ازاي حضرتك؟ واهلا باستاذه بسن. اهلا يا دكتوره، ازاي حضرتك؟ اهلا بيكي. اهلا وسهلا. اهلا بيك. كنا عايزين ناخد راي حضرتك معانا في موضوع تصريح سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي بخصوص طرح شركات الجيش في البورصه. هو في الحقيقة التصريح غاية في الأهمية، هو الرئيس في الاحتفال بإضافة خطين للإنتاج لشركة النصر صرح يعني تصريحات مهمة جدا جدا مرتبطة بتفعيل دور القطاع الخاص في عملية التنمية في مصر، لأنه آخر تقارير من صندوق النقد الدولي بتشير إن في تراجع في أداء القطاع الخاص في مصر، وبالتالي احنا مع المشروعات القومية الكبرى عايزين نفعل دور القطاع الخاص عشان يلعب دوره في التنمية، لان هو ده دوره الحقيقي مع الاستثمارات الاجنبية. فلما نيجي في يعني ما يثار او ما اثير عن دور الهيئة الهندسية وتأثيرها على مزاحمة القطاع الخاص في عملية التنمية،
ده كان رد مرتبط بانه في مجالات كثيرة لمواجهة هذا الأمر، منها الشراكة، إنه يعني الرئيس عند افتتاح الصوب الزراعية كان ذكر إنه وأدلى التصريح كان مهم جدا، إن الأمر مفتوح لشباب إنه يدخل ويشارك. صحيح إن المشروع معمول على ليفل يعني أو على مستوى كبير عشان يحقق الاقتصاديات بتاعته، يعني يحقق نتيجة، لأنه مشروع كبير كمان، بس مشروع كبير وعايز يعني تكلفة رأسمالية لازم تعملها جهة واحدة عشان تقدر تقلل التكلفة بقدر الإمكان، لكن ما يمنعش إن يبقى فيه تشغيل لحساب الجهة العليا بضوابط وأسس. النقطة بقى إن يعني تصريحات الرئيس لا تترجم إلى واقع ملموس، يعني بمعنى لما أعلن الرئيس عن فتح فرص للشباب في موضوع الصوب الزراعية لم يترجم ده في شكل عرض من الشركة بأوتسورسينج أو تشغيل لحسابها أو شراكات مع قطاع خاص أو مشروعات صغيرة، وضوابطها إيه وشروطها إيه وتوزيع الأرباح يكون إزاي. هو ده بقى المفروض عايزين نشوف ترجمة، نشوف ترجمة بقى لده بالظبط، عشان لما نيجي نتكلم يعني القضايا دي قضايا غاية في الأهمية. أعتقد إن ممكن كمان، أعتقد كمان يا دكتورة ممكن مجلس النواب يكون له يد في ده. طبعا مجلس النواب بيلعب دور مهم في الكلام ده، وفي طبعا اللجان، يعني استاذه بسنت من المهتمه بموضوع المشروعات الصغيره، وفي اعضاء من مجلس النواب الحقيقه بيطرحوا قضايا مهمه، مطلوب ان هي تبحث هذه القضايا لانها هي محتاجه تنوع خبرات. يعني انا عشان اقدر احط ده في شكل خطه مدروسه وخطه عمل على مدى زمني معين محتاج تنوع خبرات. وكذلك احنا من القضايا المهمه جدا هي الشراكه اللي كنتوا بتتكلموا عنها، الشراكه بين القطاعين العام والخاص، وانا بتفق مع الاستاذه بسنت في جزئيه ان تبقى في وضوح، وهي دي الاجزاء المفتقده، يعني جزئيه ان انا كيف تتم الشراكه، ضوابطها، الشروط بتاعتها، لان مصر مليانه، قطاع الاعمال العام مليان فرص واعده جدا. انا الحقيقه يعني درست وشاركت في دراسات مرتبطة بشراكات بين القطاع العام والقطاع الخاص، الحقيقة العملية مجزية جدا للجانبين، يعني بتحقق استغلال لطاقات عطلة كثيرة موجودة في قطاع الأعمال العام، وبتستثمر دور القطاع الخاص في مرونته، في معرفته أكتر بالأسواق الدولية، في قدرته أكبر على الإدارة، وبينزل القطاع الخاص كمان يعمل فلترة للعمالة وبيرفع إنتاجيتها من خلال التدريب. ففي فوائد كتير من الدم ده للطرفين. وبالتالي الحقيقة احنا مطلوب بس اننا نحط آليات للعمل ونرصدها ونتتبعها ونذلل الصعوبات اللي بتنشأ، ونفتح مجالات نشجع بقى، يعني عندنا المستثمرين سواء كانت مستثمرين محليين او مستثمرين اجانب او مستثمرين عرب، عندنا مجالات هائلة، وكذلك من افريقيا احنا بنفعل دلوقتي العلاقات الاقتصادية الافريقية. طبعا بنفتح مجالات جديدة طبعا بالزبط. صح كده، بنتقدم لك بخالص الشكر يا دكتورة، ونتمناكي تيجي معانا ضيفة عزيزة كده على البرنامج ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. ميرسي يا دكتورة، الف شكر ليك، شكرا، تحياتنا ليكي. شكرا. اسمح لي عايزة اكمل هنا نقطة مهمة قوي ذكرتها الدكتورة برضو، جت في تقرير الصندوق، مزاحمة القطاع الحكومي والعام. بس كنتش عايز اقولها. ولذلك لا ابدا، لا بص حضرتك احنا بنبني بلدنا. كنت مستني بس الاول لما تفهميهم الشراكة بين ده وده وبعدين توضحيها. اي شراكة مفيدة مفيش مانع، لكن فكرة ان يؤخذ عن مصر كدولة انه جزء كبير قوي بيقوم به الحكومة او القطاع العام وقطاع الاعمال العام، جزء اخر بيقوم به مثلا قطاعات زي قوات مسلحة. طيب انا كشركات قطاع خاص وكشركات اجنبية ادخل مصر، اقول لك طب وانا هشتغل ازاي في السوق ده؟ خلي بالك هيك دي نقطة مهمة، ممكن يشاركهم وممكن مش عايز يشاركهم مثلا. المشاركات دي عملية مش بسيطة، يعني الشراكة دي حضرتك عاملة عفوا زي الجواز، يعني عملية مش بسيطة يعني. بس اكيد بتتذلل قدامه كثير من الصعاب، لان الدولة طرف. ممكن يقول لك انا عاوز اشتغل لوحدي. لا يعني ادي حضرتك مثال، اديكي مثال مثلا. خليني بس اكمل الحتة دي عشان الناس متوهشة مننا.
فأنا النهاردة باجي بدخل بقول جات لنا الملاحظة دي، وهي بقالنا فترة بنتكلم فيها في البرلمان مش خبي عليك. تمام. إن القطاع الخاص ما بيتحركش، ولما تيجي تتكلم معهم تقول لك الحكومة ما بتقومش بدورها، دي دخلت دور تاني. ما هو ما تبقى مش ممكن تبقى حكم وخصم، فلازم هنا القوانين تبقى واضحة قوي إزاي الشراكة دي هتتم، وإزاي لما هشتغل معاهم هبقى زيهم زي أي حد. مهمة قوي الجزئية دي، وإن مش هيبقى في مزايا لشركات مثلا قطاع الأعمال العام على حساب القطاع الخاص، ولو دخلنا في شراكات الشركات دي هتمشي إزاي. ده احنا بنتكلم على قطاع الأعمال العام. السيد الرئيس بقى ذكر موضوع أهم بكتير، شركات قوات مسلحة. قوات مسلحة ده موضوع عايز نقف عنه. ليه بقى؟ أنا سعيدة وهقول لك ليه. لأن ده هيخلي هذه الشركات يبقى عندها مزيد من الإفصاح والشفافية ونظم الحوكمة. خلي بالك الجمعيات العمومية يقف أصغر مساهم يسأل السؤال اللي هو عايزه، ومحدش يقدر يقول له مش من حقك. فده موضوع مش بسيط. ليه؟ أنا شريك درجة، أقول لحضرتك اشتريت البتاع ده ليه؟ خد بالك. ففي موضوعات أنا مبسوطة إنها هتتعمل، لأن لو فعلا إنها بقت مطروحة على طبعاً يبقى كده عاوزين نعمل شروط القيد في البورصة مثلاً. دي ليها شروط، دي مش موضوع هتخش البورصة. لا، هتقدر إنك فعلاً تطور ده كله وتخليه يتطابق مع يتوافق مع يشتغل بالآلية دي. الآلية دي تبقى شيء ممتاز، وإذاك لو ده حصل فعلاً ده يبقى شيء ممتاز، لأن ما حدش يقدر يتكلم. وأعتقد إن الشركات دي هتبقى جاذبة للاستثمار. طبعاً. لانها جهه اطمئنان، يعني هم حاسين انها بتضرب بكيفيه او ليها اليات معينه. بس برضو خلينا نبقى صراحه عشان ده بورصه، البورصه ميزانيات وعائد وارباح بس اعتقد انها فيها تراست. هو طبعا ما يعني ليها طرح عام، ما بيكون فيها تراست غير الشركات. لا بص حضرتك، البورصه هو عارف انا باخد رايك مش بقول رايي. انا بخش البورصه عشان اكسب، عشان يبقى عندي طريق تاني غير فوائد البنوك. فلما اجي في دوله مثلا، لما ناخد الولايات المتحده الامريكيه دوله كبيره قوي، لما قعدنا نقول نزلوا الفايده، هم طبعا البنوك جزء من التمويل وله طريقته. افرض انا عاوز عوائد اكتر واخد مخاطره اعلى، هروح البورصه. طب ما هي برضه البورصه هتحرك من البورصه للبنوك زي ما انا عايزه. البورصه في امريكا غير مصر، يعني انا بدي مثال عشان اوضح. يعني هنا في سقف عندكم بتقف عنده اكيد، بس حجم يعني حجم السوق يعني في سقف المضاربه اليوميه. لو عدت نسبه معينه بيقفل على التداول. صح؟ طبعا. لا طبعا. لما بيبقى في ارتفاعات نسب حاكمه، لا في كل حته في حضرتك. لا نظام البورصات في كل حته زي بعضه منضبط، لان ساعات بيبقى اوفر. بيقول نسبه الخسائر هنا في مصر محدوده، ليها ليميت وبيقف. ده بالظبط، لان بيتم ايقاف يعني السهم على بيوقف السهم لما بيحصل له تداول. لك في امريكا ممكن تخرج غير فلوس مفتوح. لا 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 ما تشنعوش على امريكا. لا اوكي. لا انا مش قصدي، انا قصدي ان هم عندهم زي ما حضرتك بتقولي، ما هو انت لما بتحبي تكسبي اكتر بتخاطري اكتر، فممكن تخسر اكتر. اوكي وماله، زي بالظبط لما اجي انا يقولوا لي ايه البنك الفلاني، انا مصرفيه طول عمري كانوا يقولي حتى بره، يقولك البنك الفلاني بيدينا فايدة أعلى، أقول لهم روحوا له. هو زي ليه؟ أنا أقوى يعني، لأن ممكن بنك يفلس بره، واخد بالك إزاي؟ يقفل أقول له روحوا تاني. ما هم البنوك هناك شركات خاصة، التوازن ما بين درجة المخاطرة والعائد. المخاطرة والعائد. ولذلك هنا لما نيجي نقول نطرح شركات قطاع الأعمال العام أو نطرح شركات قوات مسلحة، كل ده هيخلي هذه الشركات تعمل طبق نظم يمكن هي مش متعودة عليها، الحوكمة والإفصاح والشفافية وشروط القيد والشطب، يعني السوق المفتوح هيبقى كله مكشوف. لازم، مش هيبقى في حاجة بقى العمومية ويجي كل واحد يجي حقه مالك، واخد بالك. فدي خطوة ممتازة، لأنها يعني إذا ما كانتش هذه النقاط موجودة في هذه الشركات فهتطبقها إذا كانت عاوزة تنزل سوق رأس المال، واخد بالك. إذا حست إن هي مش هتقدر مش هتنزل، لأن في كمان درجات من الإفصاح والشفافية، وفي نوعيات من الشركات. وفي نوعيات من الشركات القوات المسلحة ما ينفعش أصلا تطلع في البورصة. أيوه شفت بقى إزاي حضرتك، ما ينفعش تطلع على هي بتعمل إيه. هو التصريح صحيح طبعا، صح صح بقى بعض الشركات وبعض الشركات ما عمموش يعني، إنما هو بيدي فرصة للشعب المصري إنه إذا أنا مش عايزة أحط فلوسي. يعني خليني أشبه بحاجة حصلت قريب، شهادات قناة السويس. قناة السويس بتدي عائد عالي،
لما خلصت الناس راحت البنوك والسعر نزل. طب ما ممكن بعض من الناس دي، وبكرر بعض لان المستثمرين مختلفين، اللي بيحط في البنك غير اللي بيشتري شهاده غير اللي بيخش على البورصه، بعض هذه الناس يقول لك طب انا هروح على البورصه اشتري اسهم، وابتدي يختار ما بين العائد والامان والافصاح والشفافيه الى اخره. حتى لو نسبنا شركات قوات مسلحه ومسكنا شركات قطاع الاعمال العام برضو، دي عايزه يعني احنا كتير نقول عايزين قدر من الافصاح، والشركات المقيده من عندها قدر من الافصاح طبعا لازم، لان في شروط. فكل ما الشركات بتدخل البورصه كل ما بتلتزم بهذه الشروط، بس كمان لازم نبقى عارفين ان دي بورصه، يعني زي ما انا وحضرتك هنشتري ممكن اي حد يشتري من بره. ده حقيقي. لا بس في بعض، بس هو هم قالوا ان هي نسبه صح، في بعض الشركات حتى لو نسبه المساهمه الاجنبيه ليها نسبه عشان ما يبقالهمش استحواذ. قانون سوق المال بيسمح ان يكون بعض الشروطات، هناك بعض الشركات لا يمكن ان يشتريها سواء افراد او مؤسسات غير مصريه، ما ينفعش يدخلوا فيها اصلا. ده من حق، يعني النهارده هناك بعض الشركات اللي موجوده زي اسمنت سينا مثلا غير مسموح لغير المصريين ان يشتروا فيها، لكن ينفع صناديق سواء كان مؤسسات او افراد، ولا صناديق، ولا صناديق تكون مصريه لكن صناديق عربيه لا، عربيه لا اجنبيه ما ينفعش. بالظبط كده، ما ينفعش اصلا، ما ينفعش اصلا. اوكي تمام. فده دي اشتراطات ممكن تكون موجوده، ولكن هناك يعني في بعض الشركات ممكن تطلع للطرح العام للمصريين فقط، للمصريين فقط بنسبه معينه، بنسبه معينه. الفرد او المؤسسه مش من حقها تشتري اكتر من 10% من الاسهم المتداوله، 10% فقط، 10% حتى المجموعات المرتبطه. بمعنى ان لو هناك بعض الشركات التابعه لشركه قابضه واحده، مش من حق هذه الشركات التابعه لنفس الشركه كلهم يتحسبوا انها واحده، بالظبط، ان هم يشتروا اكتر من 10% أوكي. من الاسهم المتداوله اللي موجوده فعليا في السوق. تمام. فدي ضوابط موجوده بالفعل في قانون سوق المال، نقدر بتطبق على الجميع. تمام يا دكتور كملي. بس دي برضو يعني انا معاك، انما ممكن الناس تشتري الناس. طب ده بسالك سؤال، يعني بص حضرتك، انا صاحبه مبدا ادام هتنزل بورصه لازم تبقى منفتح، كلامي بصراحه، لان زي ما حضرتك بتقول انا اعلم كل الشروط اللي حضرتك بتقولها، بس في ناس بتشتري ناس. هو بص حضرتك، هو في درجتين من الامان. الدرجه الاولى ان النسبه المطروحه، معلش ربنا اصله كله كريتيكال صراحه. الدرجه الاولى ان النسبه المطروحه لن تتجاوز 50% بكل حال من الاحوال، ده رقم أوكي. واحد. رقم اتنين، عشان ما يعملش استحواذ وياخدها. لا هو مش هياخدها، التاثير في القرارات هياثر في قراراتها. ما هيبقى نسبه مساهمته عاليه جدا، هياثر على جماعه المرتبطه او الافراد ريليتد بارتيز، دي ليس من حقائق. لكن هو اللي عايز ياخدها ممكن ياخدها مفككه، يعني لو هو هياخدها امان كبيره جدا. لو هو على فكره الدكتوره، لو هياخدوا الشركات مجزاه، ما هو ممكن يجيب 10 تنفار يخش كل واحد بنسبه وفي الاخر ما دام هتنزل سوق مفتوح لازم تعرف انك ممكن تكون عرضه لهذا الكلام، لازم الشفافيه تبقى واضحه. حضرتك النظام التكويت في البورصه المصريه سواء كانت مؤسسات او افراد، كل لو مصري بيبقى له كود معين، لا مش شرط ابقى ريليتد بارتيز، ممكن ابقى مجموعات. بالتالي عمليه الشراء من الاساس، عمليه الشراء من الاساس سواء كان مصري او دكتوره بتقول لك على حلها، بتقول لك على حلها تبيع الاسهم ازاي؟ لا احنا عارفين، هو عارف زيي. يعني لازم نبقى مدركين انه ما دام نزلت سوق انه كل شيء وارد، وانت تحتاط بقى، واخد بالك؟ ده اكيد. بس ممكن يحصل حاجات، وحصلت حاجات في اسواق كثيره مش هنا بس، ان بيبقوا مجموعات مصالح مشتركه لكن انت ما تعرفش صح ولا غلط. بس هو هي اوريدي الاسواق وقوانينها مفتوحه، هم فاتحين الموضوع، يعني هم كانوا فاتحين الموضوع. انت هتفتح، بص انت مش عايز الناس تخش تشتغل، ما هو ده برضو الحاجات اللي انا عايزه اركز عليها، عشان كده فتحت الموضوع ده. طب اسالك سؤال، ما دام بتشتغل وهتنزل في السوق زيك تقبل زي كل التغيرات، هتلتزم بقى. هي الدكتوره بتشبهها يعني هناك زي درجه، سيكون هناك درجه زي ما تنزل البحر يعني، فتحمل بقى ان يبقى في موج، هو ده الطبيعي يعني، وتبقى جاهز مش عيب، وما تنزلش بشركات معينه ما دام مش عايز حد يعرف عنها حاجه مش عيب، ما حدش هيقول لك نزل الشركه دي وما تنزلش الشركه دي. عندنا شركات كتيره جدا بتشتغل حتى بالنسبه لقوات مسلحه في الامن الغذائي وفي المباني، وفي دي ما فيهاش مشكله.
لكن في حاجات تانية طبعا وفي كل حتة في الدنيا ما بتنزلش طرح عام ولا طرح خاص ولا طبعا. لكن شيء كويس، لاني اكتر حاجة هتسعدني بيها الحقيقة انه ان هيبقى فيه افصاح، وهيبقى فيه شفافية، وهيبقى فيه حوكمة، وهيبقى فيه التزام بنظم الادارة العالمية كلها مضطر. طيب يعني فده شيء طيب يعني ايجابي. اسألك على حاجة، هل طرح شركات زي قطاع الاعمال في البورصة او وجود صندوق زي الصندوق السيادي ويدخل فيه مساهمات، او شركات زي شركات بعض شركات القوات المسلحة، هل ده يجذب استثمارات خارجية بشكل افضل ان كانت اجنبية او عربية؟ بص حضرتك، الاستثمار في العالم له شروط. له شروط؟ افصاح كامل، شفافية كاملة، ده نظام العمل. مش كده انا قلت لحضرتك، انا ما كنت في البنوك وكانوا يقول لك مثلا شركات قطاع العام بتشتغل، وكانش الجيش وقتها هي خالص له، شركات قطاع العام بتشتغل في القطاع ده، طب انا اخشه ليه؟ ازاي الدوله تبقى حكم وخصم؟ ما بنقدرش نعرف بالظبط كمان. يعني ما تبقى شركه اجنبيه جايه تيجي تقول مثلا انا حاجه اشتغل في مثلا قطاع الكيماويات، بتعمل دراسه على السوق على قطاع الكيماويات مثلا، وتيجي تشوف مين الشركات اللي بتعمل. والله لو شركات قطاع خاص زيها وهتنافسها وتنافسك عادي، سوق مفتوح والشاطر يمشي، هتخش. لكن لما هيبقى في شركات هي تعلم جيدا ان لها مزايا هي مش هتقدر تتمتع بيها، هتقول لك لا بلاش القطاع ده. طب ناخد انه قطاع افندم، معانا مداخله. مهندس عادل زيدان، رئيس جمعيه المليون ونص فدان، مستثمر المليون ونص فدان، ورئيس شركه ايفرلاند. دي ميه تتشرب ولا تتشرب؟ لا تتشرب، ميه النيل لسه عندنا منها. مساء الخير يا عادل بيه، ازي حضرتك؟ مساء الخير ابراهيم بيه، مساء الخير عليك وعلى ضيوفك الكرام، مساء الخير على دكتوره بسنت وعلى دكتور حسام، موفقين ان شاء الله يا رب تكون حلقه طيبه باذن الله. ربنا يخليك يا عادل بيه. ربنا يبارك فيك. احنا كنا بنتكلم عن الشراكة بين الدولة وبين شركات القطاع الخاص، فسيادة الرئيس كان اشار في اخر لقاء لي بخصوص الشراكة في المشروعات الزراعية والصناعية والتجارية، الشركات المملوكة للدولة او المشروعات الجديدة زي مشروعات الصوب الزراعية وكده. حكم ان حضرتك يعني بتمثل حاجتين، بتمثل ان انت رئيس جمعية منتفع مليون ونص فدان، وان انت رئيس مجلس اداره شركه ايفرلاند للتطوير العقاري، للتطوير الزراعي سوري معلش، واداره المشروعات. فحضرتك شايف انت بقى كمستثمر وجهه نظر الشراكه بين الدوله وبين القطاع الخاص ايه؟ والله يا فندم، هو لازم احنا في الظروف اللي احنا بنعيشها وبتعيشها البلد دلوقتي، لابد كلام كل واحد فينا يبقى ليه وجهتين. الوجهه الاولى ان هو بيتكلم بصفته مواطن مصري، والخطوة الثانية بيتكلم بصفته رجل أعمال أو مستثمر، والاثنين لازم نحسهم مع بعض. لكن أنا بصفة أتكلم الأول من وجهة نظر المواطن. من وجهة نظر المواطن إن دي خطوة جيدة جدا جدا جدا، بتسمح للمجتمع المدني بالمشاركة المجتمعية في بناء هذا البلد جنبا إلى جنب مع الحكومة، واخد بال حضرتك؟ تمام. وإحنا بلدنا النهاردة محتاجة كل إيد نظيفة وجادة إنها تشتغل في المرحلة دي، والبلد محتاجة تضافر كل الجهود وتضافر كل الرؤى، وان البلد لا يمكن تمشي بالقطاع العام بس ولا بالقطاع الخاص بس. ودي خطوة جيدة جدا تطمني كمواطن ان البلد فيها مشاركة وفيها تعاون، ومبدأ التعاون والمشاركة ده مبدأ مهم جدا جدا جدا. تمام. بصفتي مستثمر ارى ان هذا الموضوع عد طمأنة كبيرة جدا للمستثمرين اللي بره مصر، المستثمر الاجنبي. تمام. بان اهل البلد نفسهم بيتشاركوا سواء قطاع خاص او قطاع عام، على ان هم الاثنين ينهضوا بهذا البلد، وده في حد ذاته بيطمن المستثمر الاجنبي. اثنين، بيطمن المستثمر المصري بانه دايما عنده ثقه في رؤيه وخدمات القطاع الخاص، وثقه الدوله بان الدوله في عقودها والتزاماتها برضه دي بتديله ثقه. فلما يبقى في مشاركه بين القطاع العام والقطاع الخاص، اعتقد خطوه جيده جدا 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 هتنعكس على المستثمر الاجنبي والمستثمر المحلي بايجابيه كبيره جدا، وتنعكس على السوق، وده ما فيهوش كلام. لان احنا بناخد المستثمر او رجل الاعمال او مستثمر الاستثمار او القطاع الخاص، احنا كلنا بنحب قوي ان احنا نستفيد من خدمات القطاع الخاص،
احنا كمستثمرين او كعملاء لما نشوف المشاركه دي بالنسبه لنا او بالنسبه ليا كمستثمر محلي، بطمن طبعا ان في توافق ما بين رؤيه الدوله وما بين رؤيه القطاع الخاص وافكار الافكار اللي بره الصندوق. دايما كلنا بنشوف ان القطاع الخاص بيقدم خدمات او في قطاع الخدمات مهم جدا، والناس بتطمن لانجازه وشغله وبتاخد ثقه الدوله ورؤيه الدوله، والاثنين بيمشوا في اتجاه واحد، واخد بال حضرتك؟ وده مهم جدا جدا جدا، هيعمل ثراء للقطاع الخاص وهيعمل ثراء للقطاع العام، مفيش كلام يعني. تمام تمام. فدي طبعا خطوه مهمه جدا جدا جدا. وطبعا اخص بالذكر كمان الخطوه المهمه جدا 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 اللي طرحها سياده الرئيس من يومين، وقال فيها ان من حق الشعب المصري كله انه يساهم في شركات القوات المسلحه. كلنا نعلم ان شركات القوات المسلحه اكثر نجاحا واكثر تاديه واكثر تنفيذا وسرعه في التنفيذ وكفاءه في التنفيذ وده شفناه في الفتره اللي فاتت. فلما انا اشارك شركات القوات المسلحه، شركات جده وشركات بتكسب، انا كمواطن هكسب. وحب انا زي ما بنقول احنا مش هنقول بقى ان 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 الجيش لوحده بيبني، لا، الجيش والشعب طول عمره مقوله الجيش والشعب ايد واحده، هيبقى ايد واحده في البناء كمان، وايد واحده في المكسب، وايد واحده في الاستثمار، وده شيء مهم جدا جدا جدا. وطبعا انا بدعو كل المصريين ان هم فرصه زي دي ما يفوتوهاش، ويتشاركوا في الشركات دي ويخشوا باسهم ويساهموا في الشركات دي، لان دي شركه ده شيء مهم جدا جدا، وده هيخلينا ننجز والحكومه تنجز تمام. كتير والدوله تنجز كتير جدا جدا في المشروعات القوميه. تمام، شاكرين جدا يا باشمهندس عادل. بشكرك وبشكر ضيوف سعادتك ولكم كل التحيه. كنت عايز بس اضيف حته صغيره في موضوع تطوير القطاع العام. تمام. هو مهم جدا جدا ان زي ما كنت سمعت الدكتوره بسنت الحلقه اللي فاتت، فعلا ان القطاع في شركات في القطاع العام قابله للتطوير، قابله للتطوير ودي تتطور، ولكن في هناك شركات غير قابله للتطوير دي يعني المفروض تكينها لانها لا تتجاوب مع لا من حيث الماكينات اللي موجوده ولا من حيث كم العماله اللي موجود ده دلوقتي. مرتبات كل العماله اللي موجوده دي بقت هيدك على الشركات دي، وكمان الماكينات والالات اللي والمعدات اللي فيها غير مؤهله للمرحله الحاليه لان دي حاجات قديمه جدا جدا، فبالتالي لابد تكينها، واللي قابل للتطوير نطوره. تمام، دي رؤيه مهمه جدا جدا جدا. تمام، شكرا يا فندم. بنتقدم لك بالشكر يا عادل بيه. لا، شكرا لكم يا فندم. شكرا للضيوف. شكرا يا عادل بيه. ميرسي يا فندم، شرفتنا. شكرا. معاك. نكمل. ده موضوع كبير حضرتك، يعني اتمنى طبعا ان شاء الله انه تطبيقه يبقى بهدوء وبدراسه وبدون انفعال ومشاعر، لان ده موضوع كبير قوي الحقيقه. والناس بتتكلم، ناس كثيره بتتكلم على البورصه، وهي الحقيقه في حقيقه الامر يعني ما بتبقاش عارفه قوي. يعني انا دايما كنت ادي نصيحه للناس، عفوا، اللي بيقول لك عاوز اخش البورصه وعمري ما دخلت البورصه، اقول له ما تخشش البورصه مباشر، تخش عن طريق صندوق. صح. ليه؟ حرام. يعني انا شفت ناس راحت كل ما فتكوين صناديق، ودي مهمه بقى قوي، استثمار تجمع من الناس، خد بالك ازاي، وهي اللي تختار البورتفوليو اللي تقدر تشتري وتبيع فيه. تمام. لكن اللي عمره ما دخل بورصه، ويمكن سعادتك تتفق معايا، هو هتخش دوري كده على البورصه. طبعاً. بطولك. طب اساله نفس السؤال كده. يا ريت. طب اسالك سؤال، يعني اكيد طبعا مش اي حد بيدخل البورصه، اكيد، لكن خلينا نقول في وجود شركات، لو بالفعل تم طرح شركات من خلال الصندوق السيادي او من خلال الشركات مباشره، شركات زي مملوكه للقوات المسلحه، هل دي مش هتبقى يعني تقبل الشارع ليها اقوى؟ ده طبعا، او الاطمئنانيه اعلى، تراست اعلى. فعلا زي ما قال الباشمهندس في التقرير، فعلا عادل. هو او في المداخله، ان الشركات ديت لها مصداقيه كبيره جدا عند المواطن المصري. طبعا ده جانب وطني، ولكن ايضا الجانب الاخر العملي والفعلي، ان هذه الشركات بالفعل
كلنا نعلم انها حققت معدلات استثمار او معدلات عائد على الاستثمار كانت عاليه جدا في السنوات السابقه. تمام. ما عندناش بيانات تفصيليه بالظبط، ولكن ده اللي كان ظاهر لينا، وشكلها تراست للمساهم اللي هيحب ان هو يكون. اتمنى انها تكون عن طريق صناديق. بالظبط. ما هو صناديق اهي. ده بقى بالفعل التخصص. لا. هنا إن مش مباشر قصدي. ما يخشش بطوله كده. بالظبط. ده هنا انت عارف حضرتك دايما المستثمر في البورصه المصريه بيكون يا اما فرد يا اما شركه، يا اما زي ما الدكتوره بتقول لمؤسسات عن طريق صناديق بتتكون من البنوك العامله او بنوك الاستثمار بيبداوا يكونوا هذه الصناديق. طبعا الفرد اللي ما عندوش ادنى خلفيه تماما على الاستثمار في البورصه يفضل ان هو يدخل عن طريق الصندوق. ده مش يفضل، قول له لازم عشان ما يخشش ويحصل. تمام. الفرد اللي لديه القدره على متابعه وتشغيل محفظته الماليه من خلال البورصه طبعا يتفضل يشتغل. هناك طبعا شركات، هناك شركات كتير جدا بيتكون محافظ ماليه وبتدخل بتعمل محافظ وبتجيب حد متخصص بيدير لها هذه المحافظ الاستثماريه. طيب. انا كان ليا بس تعليق على موضوع القطاع الخاص والقطاع العام او الاستثمار الحكومي والاستثمار الخاص. انا شايف ان الدوله من بعد 2014 كان في رغبه ملحه في ان الاستثمار الحكومي يدخل وبشده في هذه الفتره. تمام. انت عارف حضرتك مصر كانت دايما اللي احنا بنتكلم على سياسات النمو، بنتكلم ان احنا عندنا في دايما سياستين هم الاشهر في ان سياسات النمو، سياسه النمو المتوازن وسياسه النمو الغير متوازن. طبعا. سياسه النمو المتوازن دائما هي اللي تعمل على كافه القطاعات في نفس الوقت، ودي بتحقق نوع من العداله الاجتماعيه بين افراد المجتمع، ولكن يعاب عليها ان العائد منها او ان الفيدباك بتاعها بيكون متاخر شويه. سياسه النمو الغير متوازن انا بركز على قطاع معين او قطاعين تحديدا وببدأ أشتغل عليهم بقوة فبيظهر ناتج قوي جدا، وفي نفس الوقت كل كافة القطاعات بتظلم ما عدا العاملين في هذا القطاع أو هذان القطاعين. ده اللي كان بيحصل في مصر تقريبا من سنة 2005 إلى عام 2011، وده يمكن كان لما كنا بنتكلم على ثورة 25 يناير، وأحد المسببات الرئيسية عدم وجود عدالة اجتماعية، أن كان هناك طبقات كثيرة جدا في المجتمع حاسة بتهميش. طبعا. نتيجة أن في 2005 تم الاعتماد على تطوير والانفاق والاستثمار بشكل قوي في قطاع الاتصالات. تمام. وده عمل طفره كبيره جدا لكل العاملين في هذا القطاع. فلما جينا في 2014 بدات الدوله تاخد خط معاكس تماما وهو سياسه النمو المتوازن، وبدات تشتغل في كافه القطاعات في نفس الوقت. اشتغلنا على الصناعه، اشتغلنا على الزراعه، اشتغلنا على الخدمات. تعمل اشكال تعيد المنظومه. بالزبط. ده جيد، ولكن بيعمل معدل نمو يمكن بيكون بطيء بعض الشيء مستقبليا، ولكن يحقق عداله اجتماعيه والنتائج بتاعته او الفيدباك بتاعه بيكون متاخر بعض الشيء. ده اللي حصل من 2014 تقريبا حتى الان. اعتقد ان الدوله في الفتره القادمه زي ما قال الدكتوره بسنت هتبدا انها عايزه القطاع الخاص يكون له الدور الغالب والاقوى يظهر. ولكن بعد الازمات التي مرت بها مصر من 2011 ل 2013 كان لازم هذه القوه الدافعه بشكل كبير جدا لنمو الاقتصاد المصري. تمام. احنا وقتنا بس للاسف جري بسرعه. انا عايز ازود بس بسرعه. ليه القطاع الخاص لازم؟ لانه خلينا نبص على موازنه الدوله بسرعه. احنا محتاجين ضخ اموال في البلد سواء داخليه او استثمار داخلي او خارجي. تمام. ما اقدرش اعتمد على موازنه الدوله في تمويل مشروعات الدوله، بكلمك بصراحه. تمام. ولذلك تهيئه المناخ للمستثمرين سواء كانوا مصريين او عرب او اجانب ده من اهم ما يمكن. تمام. ولذلك انا بكرر هنا مهمه قوي ان احنا بنشتغل كلنا يبقى عندنا درجه واضحه من الافصاح والشفافيه والحوكمه واصول العمل زي اي بلد في العالم. تمام. ده مهم قوي. تمام. احنا طبعا بنتقدم لك بخالص الشكر. انا اللي متشكره يا دكتوره بسنت عضو مجلس النواب. ربنا يخليك. والدكتور عصام حسام غايش معلش حقك على تشرفنا طبعا بيكم جدا ونشوفكم تاني في لقاء ان شاء الله يا فندم. ميرسي وشكرا. كده حلقتنا انتهت النهارده اعزائي المشاهدين، الى ان نلقاكم السبت القادم نترككم في رعايه الله. We'll be right back.